صباح الخير والياسمين والسعادة، يوم جديد، فلوق جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. راه مازال هنا الصباح الباكر والجو راه ممطر. البارح بالليل كنت نتكلم انا واحد الصديق يسكن في واحد المدينه تبعد على المدينه اللي نسكن فيها يوينسو ب 120 كيلومتر. قال لي راني مريض. قلت لي مالا؟ طوموبيل مزيانة، كلشي مريقل، لما لا نمشي نزورو واطمئن على صحته، لأنه صديق جيد، صديق ماشي ديال المصلحة. الصداقة راه بحال نقولو حنا كنزو نتامين، كاين الأصدقاء ديال المصالح وكاين الأصدقاء يعني الأصدقاء أوفياء، يعني يساندوك في السراء والضراء. حتى انا ما بغيتش نكون انسان اناني. لما لا تمشي تشوف واحد الصديق واخا يعني كاين الجو ممطر والمدينه بعيده 120 كيلومتر، يعني تقريبا السياقه العاديه يعني تقريبا ساعتين ديال الطريق. ماشي مشكل، إنسان يؤدي الواجب، ونتمنى الخير للجميع، وأتمنى لكم يوما سعيدا. تحياتي الخالصة، مع السلامة.